إذا نخرج معك جواب بقي ما بني على التخمين والاحتراف لا يعتبر لها ولا تعتبر بنيا. ما أوتي بصفات قبلية وقبل صدور الحكم وثبت بالحق وبالبصيرة أنه هو نفس الحكم هذا يتعين التحري بشأنه وتابع المبعث. أما أنا أدعي اللي يتكلم من دون بشكاية هذا استهتار. لا أنا عندي معلومات من الفترة علاش؟ لأن نفس الحكم اللي أنا كنت طرف فيه وكنت ارتفاع فيه عنده لي راح تيجي إذا تسلي أنا تجي اللازم وأنا قبل اللازم إذا جا اللازم تقريب فيه هذا تسليم الحكم وهذا الأوديو غير مقرر صحيح؟ غادي تسلم على التقرير غندير لازم والله واخا يكون شي صنع كاين شي شي خلي نفهم سعد الله لا لا حيت هذا ما خصني انا ما بقاش عاد من 90 والخميس شد لا هذا نص القضاء المغربي هذا نص عليك انا محترم المغرب والعدل هو قوام الامم ملي كيمشي العدل راه عندهم يفوتنا عندهم ملي واحد بغي يسرب الكوارث ديال المداولات وتياخذها وتيسربها للغير ما بقاش قيمة عند العدالة المغربية وانا لا اعطي هذا لا اعطي حتى الدمعة كنشكر جميع الناس وجميع الصحافة المغربية خاصة والعربية بشكل عام على تعاونهم